أولى مراحل الإنتاج يتم خلالها تجميع مكونات المكيف الهوائي بالنسبة للوحدتين الداخلية والخارجية عن طريق استغلال المواد المصنعة محلياً بورشات تابعة للمصنع بنسبة إدماج عالية ووفق المعايير العالمية. تمر مرحلة تجميع الوحدة الداخلية بوضع مبخرة أولاً، تليها الأجزاء البلاستيكية المنتجة بالمصنع، ثم تأتي مرحلة التفتيش والتأكد من سلامة المنتج. أرانا متواجدين على مستوى خط الوحدة الداخلية للمكيف الهواء من نوع أنفرتر. عندنا نسبة إدماج جد مرتفعة لأن نخدم العناصر البلاستيكية كاملة على مستوى الورشات حقن البلاستيك لشركة أركوديم ميديا الجزائر. بالنسبة لنسبة الإدماج رايحة تزيد ترتفع بالنسبة للموسم القادم إن شاء الله، بما أنه رايح نقوم بإدماج المكثف الهوائي اللي هو يعتبر أهم عنصر في الوحدة الداخلية. المكثف نحرص على انه يكون هو اللي رايح يمد لنا لي تريبون بيرفورمانس دو برودوي نتاعنا. نحرص دائما على انه يكون خالي من التسريب ولو روندمون دو نوتر برودوي يكون دو هوت كاليتي. العمال على مستوى الوحده الداخليه يقوموا بتركيب كل العناصر مرحله بمرحله حتى المنتوج النهائي. نقوم باختبار المنتوج على مستوى منطقه اختبار خاصه لنتاكد انه المنتج تاعنا راح يكون بمواصفات عاليه. الشركه تحرص دائما على الجوده والجوده.